يعلق بعض الناس أشياء على البيوت على السيارات على الأولاد. على البيت يضع رأس ثور أسد حوت سمك. كذلك نعل قديمة. ملابس خرق قديمة. أشياء من البحر أشجار. كف. هذه القطعة من الحديد اللي في رجل الفرس. لماذا تضع هذه الأشياء؟ قال حتى تدفع العين حسد. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت وأولاد ودواب وما وضع شيء من هذا، لأن الذي يحفظ هو الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء. سبحان الله، بوفي محمد صلى الله عليه وسلم تناصون أكو تناصون زفاف تناصون زنيمو بزمان مثل ما نزفاف الله أكوز يكونه سكيبو بوديسي الله سبحانه وتعالى. حتى كتابة الآيات بعض الناس يكتب عند باب البيت قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق، هذا لا يجوز. يجي أنا سدتي منوسي بامي مسلم زوجين زوجة لقود قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يجي سبب بيمت. القرآن أنزل الله علينا حتى نضع الجدران؟ لا، حتى نعمل به. No, بنو براتيكي سا القرآن.